العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني. أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم سؤال أهل الذكر. حلقتنا هذه الليلة حلقة عامة، نستقبل فيها مداخلاتكم وأسئلتكم على صفحات التواصل في الإنترنت، وأيضا على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى. ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في هذه الأيام يقاسي الإخوة السوريون والفلسطينيون الشتاء القارس، ويعيشون تحت شدة وطأته، وهم يستنددون المسلمين لإعانتهم وغوثهم. نبدأ البرنامج بكلمة توجهونها للمسلمين لإعانة إخوانهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلمين إخوة تجمعهم جوامع شتى، فهم من حيث العقيدة ومن حيث الفكر ومن حيث المشاعر ومن حيث الأحاسيس مجتمعون، ولذلك عليهم أن يحسوا بما يحس به أي مسلم من الألم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما يعني أولئك الإخوة سواء في الأرض السورية العزيزة أو في أرض فلسطين وأرض غزة العزيزة، على جميع المسلمين أن يشعروا به وأن يحسوا به وأن يواسوه مما آتاهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى في أموال المسلمين، في أموال ذوي الجدة، إذ الإنفاق سواء على الفقراء المحتاجين أو في المشاريع الخيرية من أعظم القربات التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى. فإن الله عز وجل عندما ذكر البر بعدما ذكر الإيمان أردف بذكر الإنفاق قبل أن يذكر إقام الصلاة، فقد قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وذلك دليل على أن هذه النفقة تجب في أموال ذوي الجدة من غير الزكاة. الزكاة هي مفروضة في أصناف مخصوصة من المال، وعندما يبلغ هذا المال قدرا مخصوصا وهو النصاب، وعندما يستوفي زمن مخصوصا وهو الحول في الغالب، ولكن هذه النفقة في جميع أنواع المال تجب هذه النفقة على كل موسر، ولو كان يسره محلولا ولو لم يبلغ ما عنده النصاب، إن كان عنده فضل من مال فعليه أن يواسي به هؤلاء المحتاجين. وأي حاجة أشد من هذه الحاجة؟ حاجة الذين يتعرضون للحرب ويتعرضون بجانب ذلك أيضا لشدة الطبيعة، يتعرضون للبرد الشديد القارس في وقت الشتاء، فإن على
إخوانهم المسلمين أن يواسوه مما آتاهم الله تعالى من مال. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. شيخ، من الأسئلة التي أتت عن طريق وسائل التواصل سؤال الأخ بدر البوسعيدي، يقول كيف يفرق المسلم فيما يصيبه بين أن يكون ابتلاء أو عقوبة؟ المسلم دائما حساس، عندما يصاب بأي مصيبة يراجع نفسه ويحاسب نفسه. المسلم لا تستفزه النعمة، وأيضا لا تجعله المصيبة ييأس ويقنط، لا تقنطه المصيبة، وإنما هو دائما حريص على محاسبة النفس عند الضراء وعند السراء. فعندما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالسراء لا تجعله هذه السراء يخرج عن حدود الاعتدال إلى الاغترار، ويحسب حسابا ربما تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإن الابتداء بالشر وبالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الابتلاء يكون بالخير كما يكون بالشر، وقد يكون ذلك من باب الاستدراج كما يقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكذلك عندما يصاب بأي مصيبة في مالي أو في ولدي أو في أهلي أو في نفسي، أي مصيبة تصيبه يحرص على محاسبة النفس، ولا تجعله هذه المصيبة يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. نعم. سؤاله الثاني الشيخ يقول ما الرابط الذي يربط بين التلاوة والتزكية وتعلم الآيات في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفي قوله تعالى وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وما النكتة من تقديم التزكية في موضع وتأخيرها في موضع؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليعلم الناس، ليبصر الناس، وقد أنزل عليه أول ما أنزل من آيات الكتاب قوله اقرأ، وفي هذه الكلمة ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد ببعثه النبي الأمي بين قوم أميين أن يخرجهم من هذه الأمية، أن يجعلهم يقرؤون ويكتبون. فالقراءة إنما هي قراءة المكتوب، وهذه الدعوة وإن كانت موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خلال شخصه الكريم هي موجهة إلى الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل أميا، ولكن مع ذلك هو الذي أخرج الناس من الأمية بما كان يعلمهم إياه، بما كان يتلوهم عليهم من آيات الله تعالى البينات. هذه الآيات اقتضى الحال أن تدون، أن تكتب، وفي هذا ما دعا المسلمين إلى أن يتعلموا الكتابة وأن يتعلموا أيضا القراءة. فدون ما كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وذلك هو الكتاب العزيز الذي ظل محفوظا بعداية الله سبحانه وتعالى، لم تطله أيدي العابثين الذين عبثوا وتصرفوا في الكتب السابقة، ظل هذا الكتاب محفوظا، وهذا من معالم إعجاز الكتاب العزيز. وأيضا كان في ذلك دعوة لتعليم هؤلاء الناس، أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم معلما، بجانب كونه يتلو عليهم آياته يلقنهم التلاوة، بجانب ذلك كان يعلمهم، لأنه كان يفيض عليهم من علوم القرآن ما تلقاه عن الله سبحانه وتعالى، وكان يعلمهم الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. ومع ذلك كان يزكيهم
بحيث يربيهم على الأخلاق الفاضلة. نعم. وذكرت التزكية قبل أن يذكر التعليم في العديد من الآيات، في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي كذلك سورة البقرة في قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعني الكتاب والحكمة إنما هما سبب لهذه التزكية، فثمر التعليم الكتاب والحكمة ما يحصل من التزكية بسببهما. فلذلك بدأ بالتزكية قبل البدء، لأن هذه هي الثمرة، بحيث ينبه الناس أن عليهم أن يحرصوا. وكذلك في قول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل ذلك إنما هو لأجل أن يتفطن الناس لأهمية هذه التزكية، إذ هي الثمرة، فلا بد من أن يكون مع التعلم والتعليم تزكية للنفس، لأن التزكية هي مناط الفلاح. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكل من لم يزكي نفسه فإنه مدس لها، ومن دساها فهو خائب وهو غاش لنفسه غير ناصح لنفسه، بخلاف الذي يزكيها، فإن النصح إنما هو في هذه التزكية. وذكرت التزكية متأخرة أيضا في سورة البقرة في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني ذكرت متأخرة، لماذا؟ لأن تأخرها إنما هو من باب التأخر المسبب عن سببه. نعم. فإن تعلمهم الكتاب والحكمة سبب لما تلا ذلك من تزكية نفوسهم، بينما التزكية ذكرت متقدمة لأهميتها حتى يحرص عليها، بحيث يكون طلب العلم لأجل الوصول إلى هذه الغاية العظيمة، غاية تزكية النفوس. نعم، بارك الله فيكم سمحت الشيخ. معنا بعض الاتصالات. الأخ سيف. نعم، السلام عليكم الأخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. تفضل أخ سيف. الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيكم، عساكم طيبين. تفضل أخ سيف، أهلا وسهلا. لدي ثلاث تساؤلات أخي سالم. سؤال الأول: شخص فاتته صلوات في الحضر والسفر، فكيف يقضيها وهو بين فترة وأخرى يذهب لأداء العمرة؟ فهل قضاء الصلوات تضاعف في الحرم؟ وهل يقصر القضاء في هذه الحالة أم يتم وهو ما زال في الحرم؟ نعم. سؤالي الثاني: هل يجوز تأجير العقار لشركات التأمين بكافة أنواعها، ولا سيما شركة تأمين السيارات؟ سؤالي الثالث: تختلف أحوال المسلمين، فهم يحافظون على جميع الصلوات في جماعة وكذلك الجمعة وأداء العمرة إلى العمرة، ولكن إذا ما كانوا في مجالس أو خارج المسجد تراهم يتكلمون فيما لا يليق من غيبة ونميمة وغير ذلك، أي تختلف أحوالهم عما كان في المسجد، فهل في ذلك خطر على تلك العبادة؟ وكذلك حتى لا يقعوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ف
فلا صلاة له. وكذلك نعم. قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله العظيم. أرجو بيان ذلك نعم. من سماحتكم. واضح سيف، أحسن. شكرا جزيلا. الأخ حمود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا سماحة الشيخ والأخ سالم، الله يزيد فضلكم. حياك الله، تفضل. لدي سؤال الأخ سالم إن سمحت. تفضل. في الحقيقة هناك جمع من السياح يقصدون البلاد في أوقات متفرقة بغية التعرف على معالم البلاد، ولعل بعض الدعاة يجد أن هذه فرصة، أن هذه الفرصة فرصة سانحة لدعوة هؤلاء إلى الإسلام وإلى مبادئ الإسلام وقيمه، غير أن بعض الأمور ربما تجعله يتردد في الإقدام على مثل ذلك، مثل دعوة هؤلاء. ومن ضمن هذه الأمور ما يراه من دخوله أو احتمال دخوله في شبهة أنه يعني يواجه هؤلاء السياح وفي ضمنهم الرجال والنساء، الذين بعض النساء غير المحتشمات أو السافرات، فيرى أنه سيوقع نفسه في حرج نعم. مع رغبته الداخلية لكي يقدم كلمة الإسلام ويعرف بهذا الدين القويم. نعم، واضح. وفي نفس الوقت يعني يشعر كذلك الطرف الآخر أنه إذا جاء هذا الإنسان وواجهه بالحديث وكانت امرأة مثلا وغض بصره عنها، يشعر بأن هذا الإنسان عندما لا يواجهني في حديثه أنه يمتهنني أو يقلل من شأني نعم. أو يحدثني من غير مقابلة. فأرجو أن يوضح لنا سماحة الشيخ واضح سؤاله الوسيلة المناسبة لدعوة مثل هؤلاء. نعم، عندك سؤال آخر؟ لدي سؤال آخر أيضا فيما يتعلق بالوكلاء، الوكيل عندما يكون وكيلا على أموال مساجد مثلا أو غيرها من الوكالات، هل هناك شروط معين لابد أن تتوفر فيه كشرط السن مثلا؟ هل هناك سن محدد أو غيرها من الشروط التي يعني يجب أن تتوفر فيه هذا الوكيل؟ نعم، هذا طيب. ما لدي ولكم الشكر. بارك الله فيك. إذن نبدأ طرح الأسئلة. نعم. الأخ خميس. طيب الأخ خميس، تفضل. الأخ خميس. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. في لدي سؤال واحد. تفضل أخ خميس، أهلا وسهلا. عندما ذهبت إلى الحج عند الطواف كانت هناك زحمة كثيرة وضبكة، فحسيت على أن الوضوء انتقض في الطواف، فهل علي إعادة الحج أو عفوا الأخ خميس السؤال مرة أخرى ما سمعتك. عندما ذهبت إلى الحج للحج نعم، فعند الطواف حسيت على أن الوضوء انتقض. نعم نعم. أي وضوء؟ هل علي عادة الحج أو الطواف في نعم. بعض الأيام العادية؟ نعم. أي طواف عفوا؟ طواف الحج. طواف الحج، نعم. طيب أي نعم. طيب شكرا أحسن، بارك الله فيكم. نبدأ بطرح الشيخ بعض أسئلة بعض المتصلين. سؤال الأخ سيف، سؤاله الأول يقول: في من فاتته صلوات حضرا وسفرا، فهل يتم أو يقصر في القضاء؟ وهل القضاء في الحرم يضاعف؟ عليه أن يقضي السفريات ويقضي الحضريات. نعم. فما فاته في السفر عليه أن يقضيه ركعتين إذا كان في الرباعيات، ومن هذا بالنسبة للرباعيات. وما فاته في الحضر عليه أن يقضيه أربعا أيضا بالنسبة إلى الرباعيات. نعم. ولا يختلف حكم القضاء عن حكم الأداء، ما كان يجب عليه أن يؤديه قصرا فإنه في قضائه له أيضا يقضيه قصرا، وما كان يجب عليه أن يؤديه تماما كذلك أيضا في قضائه يقضيه تماما. نعم. إذ القضاء لا يختلف عن الأداء. أما بالنسبة إلى القضاء في الحرم، فكل صلاة تضاعف، ولكن لا يعني ذلك
أن تجزئ صلاة عن عدد من الصلوات، نعم، كما يتصور بعض الناس أنه ربما قضى صلاة واحدة فأجزته عن عدد هائل من الصلوات لأجل مضاعفة الأجور. إنما تضاعف الأجور، ولكن لا يعني هذا أن تكفي صلاة واحدة عن صلوات عديدة، بل لا بد أن يقضي بقدر ما أضاع من الصلوات، نعم. هذا أمر لا بد منه. والحرم كغيره من حيث الإتمام والقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحرم، كان يصلي بأهل مكة ويصلي بهم قصرا طول بقائه في مكة، على حسب ما اختلف في المدة التي ظل فيها بمكة المكرمة، ويقول يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم. فهكذا بالنسبة إلى غيره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. الأخوة الكرام، الآن نقف مع فاصل قصير، فابقوا معنا وتابعونا بعد الفاصل. نور من العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام. شيخ، سؤال الأخ سيف الثاني يقول: ما حكم تأجير العقار للشركات التأمين التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية؟ كل عمل ليس فيه التزام بالضوابط الشرعية يجب أن لا يتعاون عليه، فإن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما فيه إثم وما فيه خروج عن ضوابط الشرع الشريف يجب على الإنسان أن يتفاداه. نعم. الأخ حمود بن سعيد العسري يسأل، يقول بداية بدأه كلمة السياح، ما أعرف جمعها هكذا صحيح؟ جمع السائح. السائح، نعم. وفعل فعل هكذا، نعم. وقد يجمع على فعال كقائم وقيام. نعم. يقول: يأتون لزيارة البلد والاطلاع على معالمها، فيرى بعض الدعاء فرصة لعرض الإسلام عليهم وشرح مبادئه، لكنه قد يصطدم ببعض العقبات، كأن يعني تكون مثلا بعض النساء متكشفات، ولربما صعب الحديث معه والتواصل معهن. يقول: فما الطريقة المناسبة التي يمكن لهذا الداعي أن يبلغ رسالته، نعم، بها؟ هناك وسائل متعددة بالنسبة إلى هؤلاء، من جملتهم شرح تعاليم الإسلام بلغتهم، نعم، وتقديم ذلك إليهم، كل واحد يعطى نسخة، نعم، في يده. هذا مما يعرف بالإسلام، ولعل هذه الوسيلة أنجح، لأنه بإمكانهم أن يدرسوا ثم يفتح المجال للحوار لمن، نعم، أراد أن يحاول. نعم. سؤاله الثاني يقول: الوكلاء ناظر الوقف ووكلاء الأموال، أموال المسلمين وأوقافها، يقول: هل من شروط معينة ينبغي أن تتوفر فيهم؟ نعم، شرطان لا بد منهما جاء في كتاب الله تعالى، في قول المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. فلا بد من أن يكون الوكيل قويا، وليست القوة قوة عضلات وبدن فحسب، إنما القوة هي بحسب ما يتحمل الإنسان من عمل. قد تكون القوة في بعض الأحيان هي قوة عضلات، وعندما يكون العمل يحتاج إلى قوة بدن، ولكن كثير ما تكون القوة المطلوبة قوة عقل، قوة فكر، قوة تدبير، قوة اتصال واحتمال للأخذ والرد مع الناس. هذه الحالة لابد من أن تتوفر في من يتحمل الأعمال. والشرط الثاني الأمانة، بجانب
القوة الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. من الأسئلة التي وردت سماحة الشيخ سؤال أبي الحسن الهنائي يسأل، يقول رجل عنده مجموعة من الأبقار يريد بها مشروعا لإنتاج الحليب وبيعه يوميا، وهي معلوفة ليست سائمة وتكلفه الكثير، يرغب أو يخطط مستقبلا أنه يبيع مع الحليب بعض الأبقار، يقول بعض المنتج من الذكور وكذا أحيانا بعض الأمهات، ليشتري بدلا منها الأكثر إنتاجا للحليب، فهو بيع وشراء. سؤاله الآن يقول هل عليه زكاة في الأبقار المباعة أو المبيعة؟ نعم، على أي حال بالنسبة إلى الأنعام المعلوفة فيها خلاف، وذلك أنهم اختلفوا في السوم، هل هو شرط لوجوب الزكاة أو ليس شرطا في وجوب الزكاة، لأن الروايات جاءت مطلقة ومقيدة. نعم. في بعض الروايات في 5 من الإبل شاة، وفي بعض الروايات في 5 من الإبل السائمة شاة، فمنهم من أخذ بالإطلاق وجعل أن المقيد مندرج في هذا المطلق، ومنهم من أخذ بالتقييد، وهذا الرأي هو الذي نختاره ونرجحه نظرا إلى أن التقييد لا بد من أن يراد به معنى، لا بد من، حتى إذا تعارض المطلق والمقيد أخذ بالمطلق أخذ بالمقيد، وإن أتى الإطلاق والتقييد كيف يقول، ويعني يحمل مطلق على المقيد من معلوم، كما يرد العام إلى الخاص، التخصيص يقضي على العموم، كذلك أيضا التقييد يقضي على الإطلاق، فلا بد من مراعاة هذا القيد. فلذلك نحن نأخذ بالرأي الذي يقول باشتراط السوم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هو في تجارة، ونفس الماشية إذا التي تؤخذ فيها الزكاة، ماذا أي زكاة تؤخذ فيها إذا اتخذت للتجارة؟ منهم من يقول بأنها تؤخذ منها زكاة السائمة، ومنهم من يقول لا بل تؤخذ منها زكاة التجارة، ومنهم من يقول بأنه يؤخذ منها مكان أوفر للفقراء. وعلى أي حال هنا هو لابد من استعمل تجارة هنا، فالتجارة ينظر فيما يبيعه وما يشتريه، هذا هو الذي يبيعه ويشتريه هو الذي يزكيه. نعم. طيب الشيخ، الآن متى يزكيها؟ عند بيعها أو عند إخراج زكاة ماله؟ عندما يحول الحول على تأسيس التجارة. نعم، عندما يحول الحول على تأسيس التجارة. يقول إذا اشترى بعض العجول ليسمنها لأجل لحم البيت، ثم بدا له بيع شيء منها، فهل فيها زكاة؟ إذا أدخلها في البيع نعم عليه أن يزكيها. نعم، في وقت إدخالها البيع. نعم. السؤال أيضا الأخ الشيذاني يقول مساجد الطريق المعروفة، يقول هل على المسافر الانتظار عندما يدخل ويجد الجماعة حتى تنتهي تلك الجماعة من الصلاة، أو يمكن أن يدخل معها إذا كانت الفريضة مختلفة؟ يؤمر بالدخول، وفي قضية مع اختلاف الفرض في ذلك خلاف، أما الحديث إذا أتيت والناس يصلون فصل معهم. نعم. يؤمر بالدخول مع الجماعة. نعم. ولا تقام جماعة أخرى حتى يدخل تنتهي هذه الجماعة السابقة. نعم. هنا أيضا سؤال من الأخت إخلاص، تقول اقترض أشخاص من امرأة مبلغ 10,000 ريال، واتضح لها أن هؤلاء الأشخاص غير موثوق فيهم، حيث إنهم لم يخبروها بموعد لرجع المبلغ، فهل عليها زكاة كل عام؟ إذا كان هذا الدين
على وفي ملي فعليها الزكاة. أما إذا كان الدين على غير وفي أو على غير ملي فليس عليها زكاة. نعم. سؤالها الآخر تقول: من اشترك في جمعية فهل عليه زكاة قبل أن يستلم دوره؟ بالنسبة إلى الجمعية المبالغ تستهلك لا تبقى. نعم. أما الشخص الذي لم يحن وقت استلام نصيبه فإنه بالنسبة إليه يعتبر ذلك المال الذي يستحقه كالدين الذي لم يحن وقته، فليس عليه زكاة لأنه لم يحن وقته. وعندما يستلم المبلغ عندئذ إما أن ينتظر له حولا جديدا إن لم يكن معه مال يزكيه، أو يضمه إلى ماله الذي يزكيه. نعم. عندما يستلم بعد الاستلام هذا إن بقي، أما إن استهلك فليست عليه زكاة. نعم. بارك الله فيكم سمحت شيخ. معنا الآن اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياكم الله. الاسم الكريم لو تتكرم. نبهان الهنائي. أهلا وسهلا الأخ نبهان، حياك الله. تفضل أخ نبهان. عندي سؤالين لو سمحت. نعم تفضل. السؤال الأول: وش حكم إذا فاتتني صلوات وأنا ما أذكر يعني عدد الصلوات اللي فاتتني، أريد القضاء؟ نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني: وش نعم. حكم الوظيفة في البنوك الإسلامية؟ طيب شكرا. طيب بارك الله. عندك سؤال آخر؟ طيب سمحت شيخ نواصل الأسئلة التي وردت عن طريق مواقع التواصل. سائل يقول الأخ موسى يقول: سهى الإمام عن القيام للركعة الرابعة وكبر تكبيرة قصد بها القعود للتشهد وقعد، وحينما سبح له يقول حينما يسبح له وينتبه، هل عليه تكبيرة أخرى للقيام؟ نعم يرجع إلى القيام مع التكبير، لأن تلك التكبيرة كانت لقومة هي غلط. نعم. هي خطأ. نعم. سؤال آخر أيضا سمحت الشيخ يقول: تاجر يشتري الأراضي وينتظر بها وقت ارتفاع السعر، وحينما يرتفع السعر يعرضها للبيع. بما أنه غير عارض لها للبيع ففي ذلك الوقت الذي يبيعها فيه يزكيها، أما نعم. قبل ذلك بما أنها غير معروضة للبيع فلا زكاة فيها. نعم. طيب الشيخ، ومن اشترى أرضا لم ينويها للبيع وإنما هي الدخارة، لكن في قرارة نفسه لو جاءته فرصة جيدة يبيعها؟ نعم، هذه ما عليه أن يزكيها بما أنه لم ينوي بها البيع. نعم. وإنما يبيعها عندما تأن له حاجة إلى البيع. نعم. طيب بارك الله فيكم. اتصال من الأخ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ ناصر أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. حياك الله. مارك. تفضل أخ ناصر. عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. ما الحكمة أو ما المغزى من تقديم الصدقة على الصلاة في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى؟ نعم. وكيف نوفق بين الآية الأخرى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين؟ نعم. هذا سؤالي. بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟ أحسنت، جزاك الله. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. من الأسئلة على صفحات التواصل سمحت الشيخ، الأخ أبو حمزة الفضيلي يسأل، سؤاله ربما يعني طرح في حلقات ماضية، يقول لكنه ملح بطرحه: كيف يمكن أن تؤدي الدعوة ثمارها مع ما يلقاه الداعية من عنة بعض الناس وتمسكهم بالنزغات والأهواء؟ وكيف للمسلم أن يربي نفسه ثم يبث هذه التربية في المجتمع بحيث لا يقع أسيرا لأهوائه؟ نعم. أما بالنسبة إلى الدعوة فمن الخطأ أن يتصور الإنسان بأن الدعوة
لا تكون إلا مع ضمان النجاح. هذا من الخطر. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله إلى أقوام كانوا عتاتا متكبرين، كثير منهم أهلكهم الله ولم يستجيبوا للدعوة. أرسل الله تعالى هودا إلى عاد، وأرسل الله سبحانه وتعالى صالحا إلى ثمود، وقد أهلك عادا وثمود ولم ينج منهم إلا القليل الذين أسلموا وآمنوا، وكانوا قلة مستضعفين في وسط تلك الجماهير التي كانت زائغة عن سواء السبيل وقد هلكت في من هلك. إلا أن الله تعالى كلف أولئك أن يبلغوا. وقبل ذلك نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يواصل الليل بالنهار في دعوة قومه، يتحين الفرص لدعوتهم ويلون هذه الدعوة بحسب ما يرى من ملابسات والمناسبات، فتارة يجهر بها وتارة يسر بها، ومع ذلك أصر أولئك على مكة فهلكوا مع الهالكين، ولم ينجوا إلا من ركب معه في السفينة، من كان معه في السفينة، وأولئك هم المؤمنون، هم الذين نجوا وهم قلة ما بين تلك الجماهير التي غرقت. وكذلك سائر الرسل، إنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى قوم عتاه. أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وآله، كانوا متكبرين، كانوا عتاه، ما آمن من لموسى عليه السلام إلا قلة من قوم، فتية من قومه، لما كانوا يخشونه من سلطة المتكبرين في الأرض. ولكن مع ذلك ظل داعيا صابرا محتسبا، وأرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال في خطابه له: لتنذر قوما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال في خطاب الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولكن مع ذلك كان الإنذار فريضة عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يخبره بأنهم سواء عليهم أأنذرهم أم لم ينذرهم لا يؤمنون. وكذلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم، أي لترجو، أنت الذي ترجو أن يهتدوا، أو لأجل أن يهتدوا، ولكن أولئك لا يهتدون. وكذلك في سورة ياسين الله سبحانه وتعالى قال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني مع هذا، مع علمه الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، ولكن كان الإنذار لابد منه. فإذا على الداعي أن يبلغ الدعوة سواء آتت ثمارها أو لم تؤتي ثمارها، وما عليه أن يهدي، إنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يخبره الله، بأنه مجرد مذكر لا يستطيع أن يسيطر على القلوب، لأن السيطرة على القلوب إنما تعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو القادر على يهدي، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكم من الآيات التي دلت على هذا. فإذا هكذا على الداعية أن يكون حريصا على إبلاغ الدعوة سواء آت ثمارها أو لم تؤتي ثمارها، كما كان في بني إسرائيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك ابن بلوه بما كانوا يفسقون.
وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم، بارك الله فيكم سمحت الشيخ. الأخ ناصر الهنوي يسأل يقول قدمت الصدق في قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى. نعم، هو يقول تصديق. نعم، يقول تصديق قدم قبل الصلاة، ولكن يقول هو يرى بأن صدق أو ربما سبق إلى أن صدق تصدق. فلا صدق ولا صلى، يعني نعم. ما آمن ولا صلى. نعم. نعم، ما آمن ولا صلى. نعم. وهناك لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. كذلك هنا يعني ذكر ترك الصلاة وترك إطعام المسكين قبل ذكر خوضهم مع الخائضين. القرآن يتفنن في التعبير. نعم. نعم. سؤال الأخ أفلح بن سليمان يقول ما الذي غير الطبائع وسلوك الصحابة رضوان الله عليهم في الجاهلية من أشداء إلى أو من طبع الشدة والقسوة والغلظة إلى الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم رحماء بينهم، وهل يمكن للمسلمين في هذا العصر أن يكونوا على مثل هذه الحال؟ نعم، إن تداووا بالدواء الذي تداوى به أولئك. نعم، أولئك تداوى بالقرآن، وقد سرى القرآن الكريم في أفكارهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم وفي أعمالهم وفي طبائعهم حتى تحولوا إلى أمة أخرى. كأنما هذا القرآن الكريم يعني بدأ يسري فيهم قبل قرون وقرون، عندما كانوا في أصلاب الأمهات، في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من لدن الأجداد والجدات. كأنما هذا القرآن بدأ يسري في ذلك الوقت، وهذا من إعجاز القرآن الكريم كيف كان تأثيره في ظرف عقدين من السنين. خرجت هذه الأمة العظيمة، أمة ما عرفت التاريخ لها نظيرا في أخلاقها وفي سمو أفكارها وفي استقامتها، حتى أن الآخرين اندهشوا من هذا الأمر. نجد يعني الباحثين كتبوا، الباحثين الاجتماعيين كتبوا حول هذا الأمر ما يثير العجب، كيف تحول الناس. جوستاف لوبون وأمثالهم ممن كتبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحيروا من هذا الأمر. وهذا كما قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي عندما تحدث عن القرآن الكريم وتأثيره في العرب، قال وصف العرب قبل أن ينزل القرآن، فقال كانوا بين راع للغنم وداع للصنم وعالم على وهم وجاهل على فهم، وإنسان كأنه من شره آلة لفناء الإنسان، وشيطان كأنه من خبثه مادة لوجود الشيطان. ولكن ذكر بعد ذلك كيف كان تأثير القرآن، كيف سرى في عقولهم، كيف سرى في أخلاقهم، كيف سرى في أحوالهم، فتبدلوا إلى أمة أخرى. مثل هو بأن القرآن كان كأنما أمسك بجزيرة العرب من طرفها فنفضها تحت شعاع الشمس، فتفرقت ذراتها في الأرض ووقع وراء كل ذرة عربي يحمل إلى الناس كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنما هو رسول إلى أمة. هكذا كان أثر هذا القرآن الكريم في أخلاق السلف الصالح، في أخلاق العرب وغيرهم، لكن العرب هم أول من نزل عليه القرآن، وهم الذين تلقوه أول من تلقاه من البشر، فلذلك كان تأثيره عليهم تأثيراً بالغ. وإلا هو فقد أثر على العرب والعجم، ودخل الناس والحمد لله في دين الله أفواجا، لأنه ذكر للعالمين وليس ذكراً للعرب وحدهم. وما هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وعلى أي حال الأمة الآن بحاجة إلى أن تتهذب بأخلاق القرآن وتتعلم من علم القرآن،
وتتغذى بفكر القرآن وتتشبع بهداية القرآن، عندما يكون ذلك لا ريب أن كل ما بينهم من حزازات وخلاف وشقاق سيتبخر بعون الله تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. إذن بهذا الجواب الرائع نختم حلقة هذه الليلة. الشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم الطيبة، وإلى لقاء قريب. نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.